Maintenant. على الرماية ومش عايز حد السلاح طبعا هيقولوا لكم وهيضربوكم مفيش حد يلعب في السلاح خالص لازم تبقى عارف السلاح ايه مدى خطورته تبقى عارف كلكم تبقوا شاطرين في الفك والتركيب واحتياطات الامن والكلام اللي احنا عايزينه ده علشان مفيش حد يحصل له حاجه وانا مبسوط من المدربين على مستوى عالي معاكم والساده الضباط على نفس القدر والكفاءه فانا عايزكم كل مره زي ما انا شفت كده بلاقي تطوير وبلاقي احسن وبلاقي اداء احسن كل مره وانا بشكركم كل سنه وانتم طيبين.